الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت الحي القيوم، رب الأرباب، ومسبب الأسباب، وخالق الناس من تراب. لا إله إلا أنت، أجود من سئلت، وأوسع من أعطيت، وأرأف من ملكت. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلمنا
وسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق منه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، يا أكرم الأكرمين، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أجرنا من عذاب جهنم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة. إلهنا ها هو شهرك الكريم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل، فتقبل يا ربنا منا الصلاة وتقبل يا ربنا منا الصيام. اللهم لا تردها في وجوهنا خائبين. إلهنا ها هو شهرك الكريم قد رحل، اللهم أعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. اللهم يا جامع الشتات ويا منبت النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات يا من وسع سمعه الأصوات، نسألك اللهم أن تبسط على والدينا من رحماتك. اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى يبلغاها. اللهم أعنا على الإحسان إليهما كما يحبون. اللهم لا تتوفاهم إلا وهم راضون عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عقوقهما. اللهم ومن مات منهما فامنن عليه بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم أسكن على الجنان وقي حر النيران. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا كريم. اللهم إنا نسأل
أسألك يا قوي يا عزيز، قلت وقولك الحق المبين، أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمهم في هذا الشهر الكريم، ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائك أعداء الدين. اللهم اجبر كسير أطفالنا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين حتى يلقونك وأنت راض غير غضبان. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم انصر من نصره، واخذل اللهم من خذله يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل المسجد الأقصى ساحة مقدسة للمسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك يا قوي يا عزيز. التجأنا إليك يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا عظيم المن، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل شكوى، ويا منتهى كل نجوى. نسألك اللهم أن ترحم مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما. تحصنا بذي العزة والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي
الذي لا يموت. اللهم إنك تنزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلالك، فتقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من الذنوب كلها، ونسألك الجنة، ونسألك الجنة، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. إلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا، وقفنا ببابك سائلين، فلا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك وكربك مطرودين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهم المخدرات والمسكرات والموبقات والحسد يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم استعملهم في طاعتك، اللهم استعملهم في نصرة دينك، اللهم اجعلهم قرة أعين لأزواجهم وأولادهم لآبائهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق المبين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم المبارك، كما جمعتمونا في هذا المكان الشريف في هذه الليلة الشريفة، أن تجمعنا وإياهم في مستقر رحماتك وفي جناتك جنات النعيم. اللهم أجزل لهم العطاء، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، إنك ناصر رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن يقال فيهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.